نعرض مع حضراتكم او هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي تقرير عن ابرز المحترفين في المنتخب الغاني، وبعديها فاصل، وبعد الفاصل نتكلم على منتخبنا الوطني وكل اللي انتوا هتبعتوه على الحريف مصر غانا. الهاشتاج بتاعنا هنقراه بعد الفاصل مباشرة. يلا بينا. ربما يفتقد المنتخب الغاني في الوقت الحالي عدد من عناصره الأساسية والشهيرة التي تعودت عليها الجماهير المصرية، مثل جيان أساموا ومايكل إسيان وسولي علي مونتاري وبرنس بواتينغ. إلا أن كتيبة المحترفين في غانا والتي ستلتقي مع مصر باستاد برج العرب تمتلك ترسانة من النجوم في أكبر الدوريات الأوروبية وأقواها، ولذلك كان يجب إلقاء نظرة على أبرز ما قدموه هؤلاء في الأسبوع الماضي قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة. البداية من الدوري الإنجليزي، حيث غاب الثنائي الغاني عن ليستر سيتي دانيال إمارتي نجم خط الوسط المدافع وجيفري شلوب الظهير والجناح الأيسر عن هزيمة فريقهم أمام ويست بروميتش ألبيون بهدفين مقابل هدف في الجولة 11، وهي المباراة الثانية على التوالي لأمارتي التي يجلس فيها على دكة البدلاء في البريمير ليج، بينما لم يشارك شلوب سوى في 6 مباريات بجميع البطولات في هذا الموسم، ويعتمد عليه كلاوديو رانييري كبديل. في حين عاد المهاجم الخطير ورأس الحرب الأساسي لمنتخب غانا أندري آيو للمشاركة مع فريقه وستهام بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته في الركبة، حيث لعب مباراته الثالثة مع الهامرز منذ عودته من الإصابة، ولعب 63 دقيقة في تعادل فريقه أمام ستوك سيتي بهدف لكل منهما، وما زال لم يستعيد مستواه المتميز والمعهود الذي قدمه الموسم الماضي مع سوانزي سيتي في البريمير ليج. أما في دوري الدرجة الأولى، فوصل كريستيان أتسو جناح فريق نيوكاسل يونايتد تألقه الكبير مع فريقه في هذا الموسم، حيث نجح في قيادته للفوز على كارديف سيتي بهدفين مقابل هدف، أحرز منهم أتسو الهدف الأول ليسجل هدفه الثاني هذا الموسم، الذي شهد عودته مرة أخرى للمشاركة بشكل أساسي تحت قيادة رافائيل بينيتز الذي يعتمد عليها في مركز الجناح الأيمن والأيسر. ثم إلى زميله جوردن آيو مهاجم أستون فيلا الذي غاب عن فوز فريقه على بلاكبيرن بهدفين مقابل هدف بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، ولكنه من عناصر الفريق الأساسية والخطيرة بتسجيله 3 أهداف وصناعة 4 في 15 مباراة. Scenes in the away end as Villa edge closer to their first win in 11 games. ومن انجلترا الى المانيا، حيث يلعب الظهير الايسر عبد الرحمن بابا نجم شالكا، والذي شارك في 6 دقائق فقط في فوز فريقه على فيردر بريمن ب3 أهداف مقابل هدف، حيث حل بديلا في الدقيقة 88 من عمر اللقاء. في ايطاليا، حيث غاب لاعب الوسط افري اكوا عن تشكيلة فريقه تورينو الذي اكتسح ضيفه كالياري ب5 أهداف مقابل هدف، ليواصل أكوا الغياب عن تشكيلة التورو للمباراة الثانية على التوالي ويظل على دكة البدلاء. أما في إسبانيا، جاء متوسط ميدان أتلتيكو مدريد توماس بارتي بديلا في هزيمة فريقه أمام ريال سوسيداد بهدفين دون رد في منافسات الليغا الإسبانية، حيث دخل في الدقيقة 73 ليسجل مشاركته الثانية فقط في الدوري الإسباني والثالثة مع أتلتيكو في جميع البطولات بإجمالي 34 دقيقة. وإلى الدوري البلجيكي، حيث شارك الجناح الخطير فرانك إشيامبونغ في تعادل فريقه أندرلخت مع أوستند بهدف لكل فريق، ولعب صاحب 23 عاما مباراة فريقه كاملة للمباراة 11 على التوالي. في الدوري الفرنسي، حيث شارك المهاجم عبد المجيد واريس في خسارة فريقه لوريان أمام بوردو بهدفين مقابل هدف،
في منافسات الليغا الفرنسية، علما بأن واريس لعب المباراة كاملة كعنصر أساسي في الفريق ولم يسجل سوى هدف وحيد في 12 مباراة. وأخيرا في سويسرا، حيث صنع الوافد الجديد على المنتخب الغاني إيبنز ريأسيفوا هدف سيون الأول في ثون، ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويواصل تألقه هذا الموسم بتسجيل 4 أهداف وصناعة هدف في 12 مباراة.